انا اشاركك جدا في مساله ان التنظيم كان رائع، ووعي الناس فعلا واضح انه عمال بيزيد بيعلى. يعني الناس فاهمه يعني ايه انتخابات، فاهمه يعني ايه حق دستوري، فاهمه يعني ايه دوله، فاهمه يعني انه ده قرارهم، فاهمه انه صوته فارق. فده بصراحه بالنسبه لي لفت للنظر جدا. انا دي حاجه برضو كمان كانت شداني، انه الكبار نازلين والصغيرين نازلين كمان، يعني جميع الاعمار. طبعا الستات يعني مش عايزه اقول لك نصيب الاسد، كما جرت العاده، احنا كما جرت عامل العاده. محرك جدا في اتخاذ القرار. لا الستات دايما لا كده انا مبهرات. مبسوطه من الحركه الوطنيه اللي حاصله، وعجباني فكره ان الموضوع معمول بشياكه ببساطه من غير ما افرض عليك ذوق معين. صح، لا هفرض عليك ذوق، ولا هفرض عليك توجه، ولا هفرض عليك رأي، ولا اختيار، ولا اي حاجه على لا الاطلاق. بالظبط كده، بالظبط كده. جزئية الحوارات، البرامج التلفزيونية اللي بتبقى، يعني أنا عن نفسي كل ما كان جزئية حوار أو مناقشة سياسية على التلفزيون بيبقى أحسن، علشان الناس تشوف أكتر وتوعى للموقف السياسي أكتر. أنا عمري ما كنت بهتم بالسياسة، بس ما فيش مرة دلوقتي إلا لازم أنزل، لأن أنا عارفة أنه صوتي فارق، مش صوتي أنا كأنوشكا، إنما صوتي كفرد فارق. صح 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 100%. وأعتقد أنه يعني الواحد بيشوف تقدم كبير جدا. إحنا لسه قدامنا احتياج شديد جدا، مثلا محتاجين حاجات في الصحة، محتاجين حاجات في التعليم.